شريف شعبان. نروح لزميلنا العزيز شريف شعبان مرئيس القناه الاهلي. يا شريف مساء الخير عليك. شكرا لك يا زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا شريف، الجديد عندك بخصوص مران الاهلي اليوم، اتفضل. خليني اقول لك الاول بالتوفيق، دعوة اتمنى التوفيق باذن الله لمنتخبات مصر النهارده، اذا كان المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي باذن الله. والنهارده باذن الله الانتصارات بنصيب منتخبات مصر مختلفه. يمكن يحدث في النادي الاهلي اليوم في حفل لاعضاء النادي الاهلي، حفله دينيه طبعا بمناسبه مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اتمنى باذن الله يا رب السعاده لكل اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي في فرع الجزيره. خليني اقول لك يمكن تمرين النادي الاهلي كان في الرابعه عصرا، يمكن بدأ مستر بدل على طول بالإطالات وبالدوائر بالكرة. يمكن الراجل النهاردة كان شغال بدني شوية بالكرة، شارك النهاردة في التمرينات. وليد سليماني اللي ما شاركش بالأمس كان عنده كدمة في القدم، على طول الجهاز الطبي والجهاز التأهيلي في النادي الأهلي فضل إراحة اللاعب أمس، لكن اليوم بيشارك بكل قوة في التمرينات، ويمكن شارك في نهاية المران في التقسيمة وظهر بحالة بدنية وفنية رائعة جداً. باذن الله يا رب يكون لي تواجد كبير مع النادي الاهلي في الفتره المقبله. يمكن مدير الكره اعلن ان هيكون مباراه وديه وحيده للنادي الاهلي يوم الثلاثاء القادم باذن الله مع فريق الاتصالات، باذن الله تكون تجربه مفيده لكل لاعبي النادي الاهلي. طبعا اللي راجعين من اصابات زي سعد سمير اللي محتاجين تاهيل طبعا او محتاجين مباريات كبيره، والناشئين اللي ممكن يلفتوا نظر مستر فايرر مع باقي زملائهم. طبعا خليني اقول لك ان اجاييه وازارو بيتالقوا جدا في التمرينات، يمكن ازارو خاطف كل الانظار في التمرينات. خليني اقول لك كمان ان الى الان الكابتن سيد عبد الحفيظ قال مباراه النجم الساحلي يوم 20 نوفمبر، الى الان مفيش مخاطبات رسميه جت الى النادي الاهلي بتؤكد ان المباراه يوم 30، الى الان المباراه يوم 29. على الجانب الاخر تمرين الحراس، يمكن علي لطفي، مصطفى شهير، رمضان النهارده كان تمرينه قويه جدا، شريف اكرامي النهارده كان بيتمرن في الجيم التاهيل. على الجانب الاخر لكريم نجم ومحمود متولي مستمر. جميل امير، بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، البرنامج الثاني اللي حاطه الجهاز الفني بقياده مصطفى فايلر بيسير بشكل طبيعي، بيسير بشكل رائع جدا. الكل بيشيد بتمرينات النادي الاهلي، الكل بيشيد بالتزام لاعبي النادي الاهلي بتنفيذ التعليمات. باذن الله القادم كله يكون انتصارات في انتصارات، ويكون اول انتصارات في مباراه الجونه يوم 25 نوفمبر باذن الله. لو عندك اي استفسار جميل امير انا معاك. الاستفسار الوحيد بس يا شريف بخصوص المباراه الوديه، هل هتبقى مباراه وديه وحيده ده تم الاستقرار بشكل نهائي، ولا لسه هيشوفوا حسب الامور هتبقى ماشيه ازاي هيحتاجوا مباراه وديه اخرى، ولا خلاص بشكل نهائي مباراه واحده بس؟ يعني ما عنديش معلومه اكيده، ولكن من الشكل العام بيقول المباراه يوم الثلاث خلاص بتتكلم هيبقى في ايام قليله جدا على مباراه الجونه. من الصعب اقامه مباراه ثانيه لان العدد قليل جدا في التيتش، يمكن عشان كده طعم بناشئين، فمن الصعب اقامه مباراه اخرى. ممكن لو كان في مباراه ثانيه عشان العدد يبقى كبير فيعمل على فرقتين ويجرب الفرقتين في مباراه ومباراه، لكن الشكل العام بيقول مباراه واحده بس. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان رئيس القناة الأهلي، واللي قال لنا كل جديد يتعلق بمران الفريق اليوم بالمناسبة.